طيب دكتور محمد، يمكن الواحد كان بيقعد يقرأ انه دول كتير في الاتحاد الاوروبي بتحط اشتراطات للواردات بتاعتها، انه بصمتها الكربونيه تبقى مش عارف معدلها قد كذا، ما تزيدش عن المعدل الفلاني، يعني انه طرق التصنيع بتاعت المنتج او حتى زراعه الحاصله الزراعيه لازم تكون بطرق صديقه للبيئه قدر الاستطاعه وليها معدلات. هل ده معناه انه انا بالطريقه دي اقدر ازود من حجم صادراتي المقبوله لدى دول العالم المتقدم؟ تمام، ده سؤال ممتاز جدا يا استاذ يوسف. فعلا هو احنا في يعني في عز ازمه اوروبا الطاحنه في الطاقه، اوروبا اقرت ما يسمى بالصفقه الاوروبيه الخضراء، يوروبيان جرين ديل. الصفقه دي هتطبق من اول يناير 2023. هي هتطبق على بعض الصناعات الكثيفه الملوثه كخطوه مبدئيه. هي بالظبط زي ما حضرتك اشرت ان هي في زي ضريبه كربونيه، لو مش ملتزم بالمعايير اللي هي مطبقه في الاتحاد الاوروبي يبقى انا هحط عليك زي ضريبه، فطبعا هتبقى صادراتك للاتحاد الاوروبي اصعب، فانت هتضطر تعدل من انتاجك داخليا بحيث تبقى متوافق مع المعايير بتاعت الاحتلال الاوروبي وتقدر تصدر منتجك سواء منتج زراعي او صناعي او خلاف. ففعلا احنا هنواجه في المستقبل القريب صعوبات، عشان كده زي ما بقول لحضرتك هي هتفتح مجالات للتصدير. مش طبعا احنا ما بنتكلمش يعني الطاقه النوويه، الطاقه المولده الكهربائيه احد المجالات اللي هيكون لها نصيب من هذه ضريبه الكربون، بس طبعا احنا عايزين نعمل تحول في مختلف المجالات، تخضير لمختلف القطاعات، منتجات زراعيه، منتجات صناعيه، منتجات كيماويات وخلافه، بحيث تبقى متوافقه مع المعايير الاوروبيه. او بالمناسبه يعني المعايير الاوروبيه دي في المستقبل المتوسط هتطبق على مستوى العالم، يعني امريكا ماشيه في هذا الاتجاه، الدول الاسيويه ماشيه في هذا الاتجاه، هيبقى في مثل هذه الضريبه على مستوى العالم بحيث ان يبقى المعايير البيئيه، وده طبعا عدل بحيث ان المعايير البيئيه المطبقه تمشي على كافه دول العالم. اذا مش ملتزم بالمعايير البيئيه في الدوله بتاعتك وبالذات الانبعاثات الكربونيه هنحط عليك ضريبه، فهتبقى في صعوبات كبيره جدا للتصدير.